صباح الخير على احلى المشاهدين ومشاهدين قناه الصحه والجمال. حلقه جديده ومميزه من برنامجكم المتميز نعم استطيع، وزي كل مره ما بقولها لكم نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. النهارده الحلقه رقم 206، حلقه مميزه ومختلفه شويه، معايا ضيفه مميزه شويه مختلفه، طموحه ذكيه، عفرت كتير، حصل لها ظروف بعد موت زوجها، بقت الأب والأم، بقت حبت إن هي تكمل مسيرتها التعليمية، قالت نعم أستطيع، قالت أنا أستطيع اللي أنا عافر، أستطيع اللي أنا أحقق أحلامي، أستطيع اللي أنا أكمل دراستي، قالت أستطيع اللي أنا أحقق أحلامي. معايا ومعاكم دكتورة هدى. ازيك يا دكتورة هدى؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ عاملة ايه؟ صباح؟ حابة دكتورة هدى تعرف عن نفسها وتدينا نبذة كده عن حياتها. هو مبدئيا بس انا مش دكتوره، عشان اصلح لك بس المعلومه، ما لا يفقدش. تمام. مدربه ومحاضره الاكاديميه الدوليه للتدريب والاستشارات. تمام، ادينا بقى نبذة كده عن حياتك. انا اللي وصلت له الحمد لله دلوقتي، مش وصلت له يعني بسهوله كده، لا، وصلت له بعد معافرة وبعد مجهود وبعد تعب وبعد شقاء وبعد عناء كتير، قسيت وكتير تعبت، وخصوصا زي ما انتي قلتي بعد موت والد أولادي، توفاه الله وهم في سن لسه يعني في سن الإعدادي والابتدائي، فكان سن صعب جدا ان هو يسيبهم فيه يعني. فكنت الأب بس والأم. بالظبط كده، لكن سبحان الله يعني هو ربنا اختاره، والواحد عشان رضي بقضاء وعافر. دخلت في مود حزن، والحزن اخد شوية مني واكل مني كتير يعني، تمام. لكن في وسط ده ما نسيتش احلامي الصراحة. كان دايما جوايا حلم كان نفسي احققه. طب ازاي اتغلبتي على الصعوبات اللي واجهتك والمشاكل الكتير والضغوطات؟ عرفتي تواجهي المشاكل دي ازاي؟ اولا اعتمدت على الله، ونعم يعني بالله. الحمد لله رب العالمين، جوايا قناعة من ربنا سبحانه وتعالى بالرضا، بالقضاء والقدر، فالحمد لله يعني ربنا اداني الصبر في وقت كنت فعلا محتاجاه، وكنت فعلا يعني بسبب يعني طبعا الظروف دي، اكيد كل واحد فينا بيحزن، واكيد كل واحد فينا بياخد وقته في الحزن وكده، لكن بفضل ربنا سبحان الله، وبفضل ان الواحد مسابر وعنده طموح، وعنده يعني عندي إصرار وعزيمة سبحان الله، ربنا بيخلقها مع كل وقعة أنا بقعها، بلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوقفك بيقويني وبيقويكي اكتر. بيقويني أكتر سبحان الله. طب امتى قررتي ان انتي تتغيري؟ قررت إن أنا أتغير في وقت، القرار اللي انتي حبيتي تاخدي قرار، لا انا كده كملت مسيرتي الاب والام، انا محتاجه ان انا اتغير. لاني اتحطيت في مواجهه. اول ما المسؤوليه نزلت عليا وحسيت ان انا خلاص انا شلت المسؤوليه، بقيت انا الاب والام والاخت، لان انا جايبه بنت وجايبه ولد، فبقيت هنا مع البنت صاحبه وصديقه وام، ومع الولد لازم انت عارفه طبعا الولاد الولاد بيبقوا والجيل ده محتاجين بقى. بيبقوا محتاجين حزم وقوة ومحتاجين أب شديد. فكنت بصراحة يعني كانت من أصعب الأوقات اللي بواجهها في حياتي، الوقت اللي أنتي تنقسمي بشخصيتين، شخصية الأم الحنونة وشخصية الأب الشديد على الولد، فكانت من أصعب الشخصيات اللي بقابلها، وعشان كده يمكن درست التنمية البشرية عشان أعرف يعني اوصل لاولادي ودماغهم، لان الجيل ده جيل برضو محتاج مثابره ومحتاج تعامل من نوع خاص،
وخصوصا مع السوشيال ميديا ومع الموقف اللي احنا وصلناها الايام دي والتطورات. فكانوا محتاجين مني مجهود جامد جدا جدا في الدراسة وفي التفكير ومجهود كمان ان انا كمان بشتغل. طب هل التغيير اللي انت اتغيرتي ده اثر على اللي حواليكي وخصوصا ان اولادك وكده اثر عليهم؟ اكيد اثر فيهم، اكيد اثر فيهم جدا جدا. خلق جواهم، لاني انا قدرت احتويهم الحمد لله، قدرت احتوي حزنهم وفقدهم للاب ووقتهم الصعب اللي بيمروا بيه. مش سهل برضو ان هم يفقدوا اب في عز ما هم محتاجين، وفي وقت سن في سن سن ال 14 سنه وسن ال 10 سنين. فمش سهل، مش سهل خالص اني اواجه حاجه زي كده. طب احنا في صور دلوقتي هتتعرض، يا ريت الصور المعروضه دلوقتي معانا عايزاكي تعلقي عليهم. تمام الصور اهي، ده فرح بنتك. ده فرح بنتي فعلا، انا جوزت بنتي من 6 شهور والاسره بتاعتي زادت واحد من اجمل الرجاله اللي في الدنيا، واللي ربنا عوضنا بيه بصراحه وعوض بنتي بيه يعني الحمد لله. المحاسب اسلام والبشمهندس يوسف ده ابني ما شاء الله، ربنا يخليه لك. هو طويل شويه لكن يدي صغير. دي صوره ليكي، دي صورتي وقت ما اخدت شهاده اللايف كوتش في اكاديميه الدكتور صلاح الدين. ده من تلامذه الدكتور ابراهيم الفقي. وانا كنت بعافر بصراحه ان انا بدور على ابن من ابناء الدكتور ابراهيم الفقي، لاني ما لحقتش الدكتور ابراهيم الفقي في ان انا اتدرب معاه. دي صورتي مع صديقتي زيزيت سالم في مناقشه الكتاب بتاعها عرائس السكر. كان يوم جميل جدا للمناقشه، وكاتبه هي من الاجمل الكتاب اللي قابلتهم في حياتي يعني. زيزيت انا بحبك جدا. دول طبعا القامه والاساتذه بتوعي اللي قاموا بتغيير مسار حياتي، الدكتور سامح الجندي والدكتوره زينب الفيومي. دول فعلا اللي حسيت معاهم ان هم اللي غيروني، هم دول اللي قدروا يحتووني وقدروا يعلموني وقدروا يعملوا حاجات كتير. دي صورة صفحتي على الفيسبوك. دي صورة صفحتي على الفيسبوك اهو، ده الابيض لايف كوتش. تمام. هو حضرتك كنت بتقولي دلوقتي على الكتاب، انت بتألفي كتاب صح كده؟ هو الكتاب اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كتاب صديقة ليا يعني وكده، لكن كتابي اللي انا بألفه ده خاص بيا، ده انا كنت عاملاه المفاجأة يعني. يا استاذة صباح كنت عاملاها المفاجأة. طيب حابه اعرف، حرقتي كده انت المفاجاه. طب اتكلمي عن المفاجاه، طب قولي لنا المفاجاه يعني. طب نتكلم عن المفاجاه بقى، طالما جبنا سيرتها يبقى لازم نتكلم عنها. بصراحه انا يعني بعد التحديات اللي انا قابلتها والصعوبات والحاجات اللي انا مريت بيها، حبيتي تكملي تعليمك؟ حبيت ان انا اكمل تعليمي طبعا، لاني واخده متوسط، تعليم متوسط، فطبعا ما كنتش راضيه عن نفسي بكده يعني، فقلت اكمل تعليمي وفي نفس الوقت انمي من مهاراتي وانمي من نفسي. فدرست تي او تي، درست تي او تي في اكاديميه الدكتور وليد صلاح الدين، وبدات مشواري من هنا يعني، من اللحظه دي انا بدات مشواري اللي هو مشوار حلمي اللي كنت بحلم بيه طول عمري يعني. انت اجلتي بعد ما اتجوزتي وخلفتي بقيتي الاب والام بعد وفاه زوجك، فقررت ان انت هتاجلي فتره مش قليله. خلي بالك احنا بنتكلم في فتره 9 سنين او 10 سنين، ففتره مش قليله خالص كبير يعني، جدا جدا.
جدا. وعايزه اقول لك انه خد مني مجهود فوق العادي، فوق العادي وواجه وفوق حاجات الطبيعي. كتير. طب مين اللي دعمك يعني المشوار جبت الطويل ده؟ سؤال بصراحه يعني كان نفسي تسالهوني من بدري يعني. في حد دعمك في جدا المشاكل؟ مين بقى اللي جدا، دعمك ومين اللي اكتر كان ناس مثلا دعمتني كانوا اخواتي. اخواتي بصراحه كانوا واقفين معايا طب احنا واقفات. نقف عن السؤال ده، معانا سما سعيد بنت اختك. سما، ازيك يا سما؟ الو، على صباح الخير، صباح الخير يا سمسم، منورين ازيك؟ منورة. منورة انت يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، زي الأخبار. الحمد لله يا حبيبتي، انت عاملة لا ايه؟ لا، منورين بجد، طبعا منورين. الأستاذة سما عايزة أعرفكم مثل عليها، القعدة هي معاكم، إعلامية يعني. زميلة يعني، أيوة يعني بقى معانا زميلة، ما استطيع. زميلة ليكوا يعني، هي في كلية الإعلام. ما شاء الله. و اعلان داخلة في سنة ثانية، خلاص ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله يا طب سما. ايه المسج او الرسالة اللي انت حابة توصليها لخالته؟ احب اقولها كملي بجد، انا مثلي الاعلى، وانا اصلا بحب التربيه البشريه وبرجع لها في كل حاجه حاليا. يعني اول ما حبيبتي دخلت في الموضوع اي مشكله اي حاجه بحب اقعد اتكلم معاها عن الموضوع جدا. فلا، استمري استمري عشان بجد هتوصلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله هوصل، طبعا طالما في سمسم اكيد هوصل ان شاء الله اكيد اكيد بيكو باذن ربنا ان وبحبكو شاء الله. وبحب ماما وبحب خالاتك، اكيد هوصل باذن الله. ربنا انا يخليك لسه يا كنت رب. بقول للاستاذه صباح اني من اكتر الناس اللي دعموني هم اخواتي يعني، وطبعا اولاد اخواتي طبعا. طبعا. لا لا، بس هو كله يعني الموضوع بس كده، ما يسمع شوية يبقى الناس كلها مش بتاعتها بس. تمام، ماشي. إن شاء الله. شكرا يا سما. ميرسي يا حبيبتي. تسلم. هنرجع بقى لسؤالنا، نرجع مين اللي للدعم، دعمك نرجع في للدعم. أنا لسه فاكرة السؤال، إن السؤال أنا لسه ما جاوبتوش الصراحة، مين دعمك؟ ما اديتوش حقه يعني. فاحنا قلنا نخلص سما بقى كده في أنا المكالمة. فعلا إخواتي يعني قاموا بمجهود شاق جدا جدا، أولا استحملوني في تعبي ومرضي ووقفوا معايا جدا، ثانيا في حزني احتووني جدا جدا وتحملوا مني ما لا يطيق بشر، لان انا وصلت لمرحله احباط واكتئاب وقفلت على نفسي ورفضت العالم ورفضت الدنيا، وبصراحه هم احتووني جدا جدا جدا، مش قادره اقول لك قد ايه يعني، وسندوني ودعموني. تاني حد دعمني وسندني كانوا اساتذتي في الأكاديمية، طبعا الكوتش سامح الجندي والدكتورة طب زينة انا عايزاكي الفيوم. تقولي الو. ألو ألو الو، ألو، ايوه ماما، نور حبيبتي. منورة يا حبيبتي الدنيا كلها. حبيبتي تسلمي، وحشاني، عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ الحمد لله طبعا. ربنا يوفقك كده يا رب، نجاح النجاح دايما. اشوفك احسن ام في الدنيا كلها، وانتي اصلا احسن ام في الدنيا كلها. طب يا حبيبة نور، قلبي. ايوه، هل التغيير اللي ماما اتغيرت فيه تعبكم شوية ولا ايه؟ بالعكس خالص، يعني ما حسيناش بيها، يعني تغييرها كان يعني غيرنا احنا كمان، يعني ربنا يخليها لينا بجد. طب رد فعلك ايه لما مامتك قالت لك ان هي حابة تكمل تعليمها، وكان رد فعلك ايه لما هي جت كلمتك وكده؟ شجعتها كتير قوي، لان انا كنت حابة الفكرة دي، وهي كانت جت فترة عليها كانت شبه يائسة اصلا من الدنيا كلها، والحمد لله يعني بفضل ربنا تعبت وكافحت ووصلت للي وصلت له، ده الحمد لله كتير يعني، الحمد لله. الحمد لله. وانا مبسوطة وفخورة بيها جدا. طب حابة تقولي لها حاجة قبل ما تقفلي؟ حابة انا اقول لها ان انا بحبك قد الدنيا دي كلها، حبيبتي وفخورة ان انتي تسلمي، امي، وربنا يخليكي ليا يا رب ويديك الصحة. يا ربنا يبارك لي فيك يا بنتي يا رب، ويحفظك يا رب ويهنيكي ويسعدك في حياتك ان شاء الله. طب نرجع لك بقى، مين كان قدوتك؟ مين اللي كان القدوة واللي انتي كنت شايفاه انا حابة ابقى زي ده؟ قدوتك ومثلك الاعلى. اولا قدوتي ومثلي الاعلى في كل حاجه هو الرسول عليه الصلاه والسلام، ماشي على نهجه وعلى سنته، الحمد لله رب العالمين. اما في الحياه بقى اللي احنا بنمر بيها، فهي بصراحه الدكتوره زينب الفيومي من احسن الناس اللي انا باخد الطاقه الحلوه الجميله منها،
وهي بصراحة من أحب الناس لقلبي ومن أجمل الناس اللي شفتها في عمري كله وفي حياتي كله، هفضل ممتنة ليها جدا جدا طول حياتي، وهفضل فخورة إنها صاحبتي وصديقتي الحبيبة يعني، بحبها جدا جدا، فبمتن ليها على الهوا وقدام الناس كلها. وسعيدة إن أنا اتعرفت عليكي يا دكتورة زينب، وسعيدة إن أنا اتعرفت عليكي يا كوتش سامح، من طيب. أحسن الناس اللي دعموني ومن أحسن الناس اللي واقفين جنبي وما زالوا لغاية دلوقتي ولغاية آخر العمر هم هيفضلوا واقفين معايا ان وأنا شاء معاهم الله. برضو إن شاء طب الله. كوتش هدى، بعد الصعوبات اللي انت واجهتيها وبعد المشاكل والاختبارات اللي انت مريتي بيها دي، ايه اللي انت اتعلمتيه من كل ده وبتتعاملي معاه ازاي؟ بعد الصعوبات دي اللي مريت بيها مش هينة، صعب ان الواحد. طب انت في مفاجأة معاكي. مفاجأة ايه؟ انت عمالة تفاجئيني كل شوية كل شوية. قولي الو 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 الو، الو. ايوه ايوه حبيبة قلبي كوتش كوتش هدى، زينب حبيبتي. مش ازيك؟ ممكن حبيبة قلبي، ازيك؟ انتي اللي حبيبتي والله. اخبارك ايه؟ ايه القمر اللي انت فيه ده؟ ده ربنا يخليكي، انتي الاحلى وانتي الاجمل، وبتعلم منك دايما قوة الارادة انا حقيقي. اللي بتعلم منك والله، وباخد منك احلى طاقة في الدنيا، ربنا ما يحرمني منك ابدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب، ودايما تكوني في خير. وحقيقي حضرتك من الناس اللي انا بحبها جدا، وكمان من الناس اللي بجد مثال لقوة الإرادة والإصرار على النجاح، وإن هي توصل اللي هي عايزاه. يعني أحلى حاجة فيك إنك مش بتستسلمي أبدا. أبدا لن أستسلم. لن أستسلم. طب كوتش زينب، هي هل أيوه. هي كانت بتضايقكوا شوية في التدريبات ولا إيه؟ لا، هي بصراحة من أول لحظة شفتها حصل جوايا حاجة غريبة ناحيتها، حسيت ان هي حد مختلف وجواها حاجه حلوه قوي. بس عارفه لما تكون حاجه متغطيه ومحتاجه اللي يشيل من عليها، ينظف التراب اللي عليها من بره كده عشان اللي جوه يبان. فهو بس كان كل اللي بيحصل ان احنا بنشيل شويه حاجات حصلت في الحياه تمام. وفي الزمن. بس لكن هي من جوه كانت حقيقي مميزه طب حابة جدا توجهي يعني. لها رسالة ايه؟ أول حاجة حابة أقول لها إن هي حد يستاهل النجاح، يستاهل الحياة، عيشي، ما تستسلميش أبدا لأي ضغوط خارجية، لأي حد يقولك أنت ما تصلحيش، أنت حد جواكي طاقة هايلة. المهم إن أنت تشتغلي عليها صح وتفهمي نفسك صح. وأنا أعتقد إن أنت قطعتي مشوار كبير جدا في الحاجتين دول. لسه حاجة بقى أخيرة، وهي إن أنت تحبي نفسك بقى. يعني اني الاوان ان انت تحبي نفسك وتديها، لان احنا بنفهم ان ده انانية وده مفهوم غلط. الحقيقة انه مش انانية خالص، الحقيقة ان احنا الحديث بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه، حتى يحب يا لاخيه اخي ما يحب لنفسه. احنا فهمناها ان احنا نحب لاخينا. لا، انت مش هتقدر تدي لاي حد الا لما تدي لنفسك، مش هتقدر تحب حد الا لما تحب نفسك. عشان كده بقول لك من النهارده، عاهدي نفسك ان انت فعلا تحبي نفسك باخلاص، هتديكي كل اللي انت بتتمنيه واكتر. شكرا يا كوتش زينب. ميرسي ليكي يا ميرسي حبيبتي. حبيبتي شكرا، ميرسي قوي. ايه، عايزه اخر بقى كده سؤال لينا، عايزه اعرف ايه هدفك، او انت حابه تعملي ايه، وايه طموحاتك لقدام؟ طموحاتي ملهاش حدود عشان ما اكدبش عليكي. وهدفك بقى في الحياة، انت حابة تعملي ايه دلوقتي؟ حاليا بفكر في الكتاب بصراحة، يعني اللي انت حرقتي مفاجأته في الأول يعني. الكتاب. انا قلت الكتاب اسيبه بقى للآخر كده ونتكلم فيه في الآخر مع حاليا بعضينا. انا بجهز لان انا اكتب كتاب عن الحياة بعد الأربعين، لان اللي انا مريت بيه ده بعد الأربعين من عمري. بمعنى اصح حابين نقول للست المصريه، انت مش معنى ان انت عديتي الـ40، او مش معنى ان انت اتجوزتي وخلفتي، لا، انت تقدري تعملي ده. تقدر تعمل كل حاجه، الست المصريه تقدر تعمل كل حاجه، جواها قوه
لا يمكن الاستهانة بها، لا يمكن، لا يمكن الاستهانة بها. كل الستات، طب كل كتابك الستات. احرق لنا حتة كده صغيرة من كتابك لا ما كده، اقدرش قول احرقها. لنا يبقى عبارة عن ايه، حاجة صغيرة كده مش تحصل حاجة. هي يعني قصص طموح لسيدات كتير حاجات واقعية. جدا، واقعية، من الحياة، من الأصدقاء، من القريبين، من الإخوات، من الشعب، من الناس. قصص حقيقية واقعية، وقصص كفاح كبيرة قوي قوي قوي. وإن شاء الله طول الكتاب، لما ينزل الكتاب إن شاء الله ان شاء الله هتنفردوا إن أنتوا تعملوا له الإعلان إن شاء يبقى الله. حصري، يبقى حصري معانا في برنامج نعم استطيع. إن شاء الله. نعم أستطيع، أستطيع أعمل أي حاجة، أستطيع انت قلتي استطيع. أستطيع. أنا قلت فعلا أستطيع، ولغاية ما أموت أنا هفضل أقول أستطيع، لأني أنا جوايا قوة لا يستهان بها. طب انت حابة تقولي رسالة لحد معين، حابة توجهي رسالة لحد؟ هوجه رسالة لكل ست، لكل أم، ما تيأسيش، ما تحزنيش، ما تتعبيش. ادي كل حاجة وقتها، ادي لنفسك الحب الكافي. حبي نفسك عشان تقدري تحبي اللي حواليكي، تقدري تعملي اللي كل اللي نفسك فيه. الحياة مش أكل وشرب وأولاد ما تحبسيش وتضحيات نفسك في البيت، بمعنى أصح ما تحبسيش نفسك في البيت. لا، ما تحبسش نفسها جوه أحلام غيرها، ما تحبسش نفسها جوه المطبخ، ما تحبسش نفسها جوه أولادي ومذاكرتهم وحياتهم. مطلوب منك إنك تعملي كل ده، بس قصاد ما أنت هتعملي كل ده، قصاده ما تنسيش نفسك، ما تنسيش نفسك. ما تخليش الحياة وتيار الحياة يجرفك، وتلاقي عمرك عدى واتكومتي بعد الـ40 ولقيتي نفسك كلك أمراض وكلك حاجات. لا 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 لا، بعد الـ40 الحياة بتبتدي، بعد الـ40 الحياة بتبتدي. شكرا يا كوتش زينب. وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي، وبجد انت اديتيني طاقه ايجابيه جدا، ومش انا بس، اديتي طاقه ايجابيه لكل ست مصريه دلوقتي تتفرج علينا. بجد مبسوطه قوي ان انا كنت معاكي. انا اللي مبسوطه معاكي، انتي من اجمل البنات اللي قابلتها، حبيبتي. واتمنى لك كده حياه كلها طموح وكلها اهداف محققه، ان شاء الله. ميرسي واتمنى لكل البنات اللي في سنك واللي زيك ميرسي كلهم يكونوا محققين احلامهم. يا رب. واتمنى لكل الناس السعاده وكل الناس الحب. اتمنى لكم كل الحب وكل الود، وان شاء الله نتقابل مع الكتاب ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا زي ما كوتش زينب قالت ان انت تقدري تعملي ده، في نعم استطيع انت تقدري ان انت تحققي حلمك. في نعم استطيع بنشمل المواهب، عندك حلم هتقدر تحققه، هتسعى عشان تحققه، عندك موهبة هتحققيها. في نعم استطيع زي ما بنقولها كل مرة، في نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. اشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.